سيادة النائب، يعني في عزف جديد للدولة الآن إذا جاز التعبير، مش في ملف حقوق الإنسان بس، لكن في المسار التنموي لمصر بشكل عام. ولكن لأن حلقتنا عن حقوق الإنسان فهنتكلم عنها. كيف يدعم البرلمان هذا المسار في ملف حقوق الإنسان؟ كيف يدعم البرلمان مزيدا من الحريات، وتحديدا مزيدا من حرية الرأي والتعبير؟ طيب أنا حابب في معرض الإجابة أجاوب على السؤال المتعلق بي، مع رغم أنه ما تسألنيش يعني. خلاص هو طالما عجبك خد الفرق بين ويعني وهيتاخد جزء من وقتي يعني بس تمام. الفرق بين حرية الرأي ونشر أخبار كاذبة، في فرق كبير بين أنك تذكر في سياق نشرك لخبر معلومة غير صحيحة، وبين أنك تعبر عن رأيك في المعلومة الصحيحة. بمعنى حينما يصدر بيان من وزارة الصحة بأنه مثلا زي ما استخدمنا هذا المثال فنعممه، أنه عدد المصابين بكورونا النهاردة 1200 مثلا، ده بيان صدر عن النهاردة بيقول كده، مش بقول أن هذا الرقم اللي صدر اليوم، لكن أنا بتكلم في أي يوم صدر أنه الرقم كده. لما تقول أنه الرقم 10,000 دي معلومة غير صحيحة، لكن رأيك في أنه أداء وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا جيد أو غير جيد، ده رأيك، ده رأيك، وبالتالي من حقك أنك تنتقد الأداء اللي بيعبر عنه الرقم. والله أنا شايف أن 1200 ده كتير وبالتالي أداء الوزارة سيء، أو أنا شايف أن 1200 ده معقول وفقا للأرقام المتداولة في العالم وبالتالي أداء الوزارة جيد. ده رأي وده رأي، ولك أن تشاء التعبير بين الرأيين. لكن أنك تقول معلومة غير صحيحة وتبني عليها أراء، هنا تخضع للمواد الموجودة في قانون العقوبات. ولكن حط بقى في الاعتبار عدة أمور. ارجع ل 15 سنة لورا، هل تتذكر شكل تليفونك المحمول، موبايلك كان شكله عامل إزاي؟ ارجع 15 سنة. طيب تليفونك دلوقتي شكله عامل إزاي؟ والإمكانيات اللي موجودة فيه واتصالك بالعالم وسيل المعلومات اللي منها صحيح ومنها خاطئ، تمتلك وسيلة إعلامية في إيدك اللي موجود عليه، يعني سيل المعلومات اللي منها صحيح ومنها خاطئ بتتعرض ليه. طيب في ال 15 سنة اللي جاية هل تتخيل حجم التضاغط المعلوماتي اللي هيبقى حواليك هيبقى شكله عامل ازاي؟ مع حضرتك هتعمل لنفسك البرنامج اللي عايز تحضر فيه وتختار كمان، واصلا ده بدأ بالمناسبة يعني ده بدأ بالفعل، انه استخدام تقنية اللايف او البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي بقيت تقدر تعمل برنامجك وانت قاعد في البيت. ولذلك هنا احنا قدام حالة كبيرة جدا من فكرة انه التعبير متاح، وهنا الضوابط لما بتيجي تحطها بتحطها وفقا للتطور ووفقا لخطورة الإتاحة. البرلمان يدعم ازاي هذا يفهم اللي السياق؟ بفهم متغيرات العصر، في انه القوانين التي وضعت لتنظم حرية النشر وحرية الصحافة وحرية التعبير وحالة الطوارئ وغيره التي وضعت في الأربعينات والتي وضعت في الخمسينات والستينات مختلفة عن مفاهيم العصر الحديث. ولذلك لابد الكلام اللي كنت بقوله مرتبط بإجابة السؤال، انه تطور العصر يخليك تقول انه التعامل مع المعلومة والتعامل مع البيان والتعامل مع حرية الرأي والتعبير يكون شكله عامل ازاي، ده جزء من الدعم. اتنين، في ملف حقوق الإنسان احنا قدام تطور كبير جدا باصدار الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، وهي ملزمه للحكومه، ولذلك دور البرلمان وبالتحديد لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب هو مراقبه تنفيذ الحكومه للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان وتقويمها وتقييمها واستخدام ادوات الرقابه البرلمانيه انها تبقى افضل. ثلاثة، التشريعات التي يجب ان تصدر ارتباطا بالاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان في هذا المسار ده مسؤوليه البرلمان الاصيله في التشريع. ومثلا زي ما قلنا علشان تمنع نشر اخبار كاذبه بشكل حقيقي لازم تضمن حريه تداول المعلومات في اطار قانوني، والدستور اتكلم عن قانون حريه تداول المعلومات لم يصدر حتى الان، والاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان الزمت الحكومه باصدار هذا القانون في مده الاستراتيجيه، طبعا ده بضوابط لان حريه تداول المعلومات مرتبطه بامور لا علاقه في معلومات، لا علاقه بالامن القومي، لا علاقه بالمساس بامن الاشخاص، لا علاقه بالجور على. وعلى الرغم من ذلك هناك طفره ما في هناك ايضا طفره ما، انا برضه في الاخر صحفي، في مساله تداول المعلومات المتاحه دلوقتي. لا طبعا انا اقصد انه
مع تطور العصر اللي كنت بتكلم فيه، انه في سيل كبير من المعلومات، انت لازم انك تنظم هذه الحريه. ولذلك قانون حريه تداول المعلومات زي ما بيمنح الحريه في تداول المعلومات، هو ايضا ينظم هذه الحريه حتى لا تتحول الى فوضى، لانه اللي بشوفه انه في خلال السنوات القادمه هنتعرض الى مزيد من الاخطار فيما يتعلق بشكل العالم في وسائل التواصل الاجتماعي يكون شكله عامل ازاي، ومن هنا البرلمان يلعب دور كبير في تحديث التشريعات لتتوافق مع متطلبات العصر.